نعم. عفى الله عنك، حكم مس المصحف للأطفال على غير طهارة؟ رخص به بعض العلماء بحجة أن الطفل غير مكلف غير ملزم، فالتكليف ساقط عنه فليمسه ولو بلا طهارة، لكن هذا التعليل عليل بل ميت، لأننا نقول لهذا الرجل: أرأيت لو صلى بلا طهارة هل تقول إنه غير ملزم بالوضوء؟ لا، نقول يجب أن يتوضأ وإلا فلا يصلي. كذلك مس المصحف، نقول إذا دلت الأدلة على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة فليتطهر الصبي، لكن رخص بعض العلماء ترخيصا أهون من هذا، قال بالنسبة للصغار لهم أن يمسوا المصحف بشرط أن لا تقع أيديهم على الحروف، بل يمسه من الجانب وبشرط أن يكون هذا من قطع الألواح التي يحملها الصغار عادة، فأجازوها والعمل على هذا القول. أما إذا كان الصبي يقرأ في المصحف فلا بد من الوضوء. نعم.